خويا واخا نسولك مرحبا طاب تسول. من خلق الجبال؟ الله. من خلق البحار؟ الله. شكون خلق هاد الارض هادي؟ ويلي الاسئله عندك باينه واش الله. واخا ومن خلق الله؟ ناري اش هاد الحصله هادي؟ واش هاد السؤال؟ امريكا اخي شفتك بحال تبلونط عليك السيستيم. خويا ما سمعتيش السؤال اللي قال هذا؟ ما عرفتش غادي باش غنجاوبو. السؤال ماشي شي حاجه اللي سهله. هاد السؤال اللي ذكرتي حاله سهل وبزاف، وغنجاوبك عليه بحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم واللي كيقول فيه: ياتي الشيطان احدكم. غير الفرق اللي كاين ان في هاد الزمن هذا صرنا نستقبل شياطين الانس وشياطين الجن، فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا، اي بمعنى من خلق الجبال كتقول انت الله، من خلق الارض كتقول الله، من خلق البحار كتقول الله، من بعد كيقول لك من خلق الله. انت هنا في هاد اللحظه ربما لقله علمك كيتبلونط عليك السيستيم وما كتعرفش شنو غدير، وكيبداو يطيحوا لك داك الوساوس وكتقول خونا واقيلا راه عنده الحق. لا، كيعطيك النبي عليه الصلاه والسلام واحد النصيحه في هاد الحديث هذا. اش كيقول لك؟ فمن بلغه ذلك فليستعيذ بالله، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه اولا. ثانيا، هاد المعادله ديال اي حاجه عندها خالق، اي السياره عندها خالق، الحاسوب عنده خالق، هاد الكاميرا باش كنسجل دابا عندها خالق، لكن واش هاد المعادله هادي نسقطها على الله عز وجل؟ افنجعل حال الخالق كحال المخلوق؟ لا يصح هذا بطبيعه الحال. هذه معادله يستحيل كتابتها ولا فهمها ولا قراءتها ولا حلها. بحال واحد القصه كيحكيها واحد الشيخ، جا وحده قالت ليه من خلق الله؟ ويقول هي عندي جواب. قال لها نسولك؟ قالت ليه هي. قال لها الجلابه اللي انت لابسه شكون اللي خيطها؟ قالت لي الخياط. ويقول لها فمن خيط الخياط؟ قالت لي واه السؤال راه غير منطقي، ما كنقولوش من خيط الخياط، راه كنقولوا من خلق الخياط. قالت لي واه كذلك السؤال ديالك اللي طرحتيها انسه حتى هو ماشي منطقي. وهادشي علاش خصك تفهم؟ واخا، ولكن جاوبني على هذا السؤال هذا. خلينا نكمل لك على الجواب. عرفت ماشي نقاطعك، شوف جاوبني غير على هذا السؤال. وغنكمل. واه جاوبني غير على هذا السؤال، غير على هذا السؤال ومن بعد نرجعوا للسؤال الاول. يا سيدي قول هذا السؤال الثاني. هنا بين قوسين قبل ما نكملوا المقطع، هذا هو المنطق ديالهم، ما تيخليكش تكمل الجواب ديالك، ما كيخليكش تمشي مع الفضاء، كيحاول كل وقيته انه يقطعك باش اش؟ باش انه يتلفك ويبان بلي هو اللي منتصف في النقاش. علاش؟ لان الهدف الرئيسي عنده انه باغي يتلفك على القبله منين جات. كتقولوا بلي محمد وقعت ديك المعجزه ديال اش؟ ديال شق القمر، يعني تشقلي القمر على جوج. واش هادشي دابا انا بغيت غير نفهم هذه المعجزه هذه كيفاش دايره؟ غير فهمها ليا ونعترف معاك بكاع هادشي اللي كتقول. مزيان، ها انت ذكرتيها باللسان ديالك، هذيك المعجزه ديال شق القمر، او الناقه اللي خرجت لسيدنا صالح، ما الى اخره من هذه المعجزات اللي كنعرفوا. اجيو لهذا التعبير هذا، هذا الاصطلاح ديال معجزه، اش كتعني؟ معجزه هي واحد الحاجه اللي جايه من الاعجاز، ما يقدرش ياتي بها شي بشر، ضع عليها واحد، عرفتي شكون هو؟ والله عز وجل. ثم الى قدرنا اننا نفسروا هذه المعجزه او نشرحوها كيفاش وقعت، راه ما غاديش تبقى معجزه. الى مثلا قدرنا نعرفوا الظاهره الفيزيولوجيه او الفيزيائيه او اي شيء من هذا القبيل ديال هذه المعجزه هذه وشرحناها وفسرناها، راه ما غاديش يبقى يطيح على ذاك الوصف ديال انها معجزه. كنظن غتكونوا دابا تفرجوا في هذه المشاهد التمثيليه وفهمتوا الرساله او الميساج اللي بغيت نوصل لكم. اولا، راه انت غير مطالب باش انك تدخل معاه في النقاش وتبين ليه او تشرح ليه. علاش؟ لانه هو ما جايش باش يفهم، او ما جايش باش انت تشرح ليه، او ما جايش باش انك انت تبين ليه. هو عافص وطايح طايح في ديك الحفره وبغى ما امكن انه يجرك معاه. الامر الثاني، ملي كيعطيك شي سؤال او لا كيعطيك بين قوسين نعتبرها شبهه، هي في الاصل ماشي شبهه، راه ماشي غتجلس وتقول راه عنده الحق وكيفاش غنديروا لهادي وكي غنديروا نلاقيوا هادي مع هادي. لا، عطى الله اهل العلم اللي غادي تسولهم وغادي يجاوبوك. لكن دير واحد الفصيله، كاين بعض الاسئله ماشي ما عندهاش جواب، لكن ماشي خاصها جواب، خاصها الايمان. بحالاش؟ واحد فيهم تيقول لك باش عرفتي بلي هذا اليوم القيامه كاين، باش عرفتي بلي الجنه كاينه او النار كاينه. فانت كمسلم كمؤمن العقيده ديالك والمرجعيه ديالك اللي هي القران والسنه، هاد الامور الغيبيه كتامن بها، كتعرف ان شي حاجه الا خبرك بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء شفتيها او لا ما شفتهاش، كتعرفها بلي غادي توقع ولا كتعرفها بلي كاينه. هذا كاين بطبيعه الحال باحاديث ودلائل من السنه. والفرق بيننا وبينهم هي اننا حنا ملي كنعرفوا او لا كنسمعوا شي حاجه اللي هي غيبيه كنقولوا سمعنا واطعنا، لكن هما لا، تيقول لك انا ما نقدرش نامن بشي حاجه الا ما شفتهاش او لما شديتهاش في ايدي. الامر الثالث، راه هاد الناس في طريقه النقاش ديالهم او في طريقه الحديث تاعهم او في طريقه المناقشه بيناتهم، راه ما كيخليكش تكمل الجواب ديالك او ما كيخليكش توضح ليه الفكره. علاش؟ باش يبان بلي هو الطرف اللي منتصر في النقاش، ولا بين راسو بطبيعه الحال انتصر في النقاش، فهذا كيعني انه انتصر المعتقد ديالو، ولا انتصر المعتقد ديالو، فانت ما كتبقاش متيقن وما كتبقاش على يقين من المعتقد ديالك، وهنا كيكون لعب ليك على دماغك. اشنو هي الخلاصه؟ الخلاصه هي اننا حنا مسلمين، مؤمنين اش؟ بربوبيه والوهيه الله عز وجل، وانه على كل شيء قدير، ونؤمن بكامل الايمان بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وبان اي حاجه اخبرنا بها راه اخبرنا بها الصادق المصدوق. فما نجلسوش نضحكوا على بعضياتنا، واي واحد نعطيه ودنينا او اي واحد نعطيه قيمه. ونسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم، والله المستعان.